ان الوقفه بتاعتنا واقفه سلميه مش هنتحرك من هنا الا لما الراجل ده يمشي هو ومساعديه ومستشاريه. قررنا منذ 3 ايام الاعتصام السلمي الذي لا يؤثر على حركه العمل. احنا كان لنا مطالب في الاول، مطالب حقنا صحيح وشرعيه، ولكن كلنا كل العاملين نحو هذه المطالب جانبا، والمطلب الوحيد الذي اتفق عليه جميع العاملين هو إقالة رئيس مجلس إدارة ومساعد. مش عايزين علي حسين ولا شهري ولا اتنين، مش عايزين علي حسين. المترو في الضياع في انهيار، يعتبر المترو انفاق، يعتبر الهرم الرابع بالنسبه لمصر. ما حدش بقدر المسؤوليه دي، واتكلمنا اكتر من مره وطلعنا للسيد الوزير لم يبت في اي شيء. طبعا ما يعني قال لك انا وزير سياسه ما اعرفش حاجه عن المترو، وقال لنا ارجعوا لعلي بيه. علي بيه ده اللي هو رئيس مجلس الاداره اللي احنا بنشتكيه. طب منين احنا بنشتكي للسيد الوزير، ومنين السيد الوزير بيقول لك ارجعوا لعلي بيه؟ 15000 جنيه بالنسبه للعاملين اللي هم عدوا 25 سنه دول عصابه يا بابا، ادوا لهم بس شهاده تقدير. وشكرا، ما هو واحد من الناس اهو كويس والله. يعني كان موجود. الله ونعم الوكيل فيك يا علي حسين.